ان شاء الله. احنا بنتكلم طبعا عن النواحي الفنيه ومباريات، لكن كمان في الفاليو بتاع البطوله نفسه، قيمه البطوله ووجود النادي الاهلي النهارده حتى في القرعه وسط اكبر انديه العالم طبعا على راسها البايرن. وجود النادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي يعتبر من اكثر الانديه يمكن اشتراكا في البطوله لاكثر من 3 مرات على مستوى تاريخ البطوله. بنتكلم على 3 لعيبه من النادي الاهلي اكثر اشتراكا في تاريخ البطوله، كنا بنتكلمنا على وائل جمعه، بنتكلم على بوتريكا، يعني تاريخ كبير للنادي الاهلي. حضرتك شايف كاهلاوي ومحب للنادي الاهلي صوره النادي الاهلي داخل هذه الاحتفاليه الكبيره عامله ازاي بعيدا عن الفنيات يعني؟ لا، صورة طبعا مشرفة، لأن طبعا النادي الأهلي بيعتبر من أبرز الأندية على مستوى العالم، يعني نادي القرن الأفريقي وعلى مستوى حتى دول أوروبا. والحمد لله النادي الأهلي صيته وباعه كبير جدا ببطولاته بإنجازاته، فهو في مصاف الأندية الكبرى. يعني لما تقول برشلونة، لما تقول ريال مدريد، تقول بايرن ميونخ، تقول النادي الأهلي لازم هتذكر النادي الاهلي مع الفرق، حتى الفرق الايطاليه، انتر ميلان، يوفنتوس. لا يعني النادي الاهلي من الانديه الكبيره جدا على مستوى العالم، وهيتعمل له الف حساب. يعني احنا بنتكلم ان احنا نركز ونعمل حساب للفرق اللي احنا هنلعب قدامها، على النقيض على الجهه الاخرى لا، الفرق الثانيه هتعمل النادي الاهلي حساب.